سفينة من ركبها رجالا حليم على الدر واصطفى ولعلت كل فرح الله علينا لها يجنيها بكرحان وعينا وعلى الطاقة يحجب ما ربانا حير الكون عهد وعيدا وريث النبوة وروح الإمامة بيمين الخلافة قرار الزعامة من علي غيره فارس الغيرة وقاد العقيدة منبع الرحمة وملجأ الأمة باب العيدة خازن الأسرى بالحرب جرب شارع عيدة هدف الحسن حير الكون معنو وعيدة أخلص الطاعة لأهل الرذيلة عليمي اليوم
من يقتدي فيعتلي خل يبغض من ناصبة وخل يسمع الظالم علي رصخ على مثل الجبل مهما جرى مهما حصل كل المآجر صادحة أحيا على خير العمل حيا مثل الجبل مهما جرى ومهما حصل وكل المآذل صالحة حيا على يبغض من ناصبة وخل يسمع الظالم عليه وخل يسمع راسخ عليه مثل الجبل راسخ عليه مثل الجبل مهما جرى ومهما حصل وكل المآثر صادحة أحيا على من جهل أمر ضيع دليله واتبع غيره غير السيرة ذاهب سبيله سافر بحوده لو ظهر وجه سعريله لازم أطباعه أخلص للطاعة للرذيلة يمكن الرذيلة مرضى علي حق الجليل من يقتدي بيع عليه خلي يسمع ظالم عليه خلي يسمع